السلام عليكم متابعي قناة اتش دي فيلم الكرام. الوحدة أن يرحل الذي كان يعتني بتفاصيلك، وبيبدأ فيلمنا النهاردة في المستقبل بعد نهاية الحياة على الأرض وتدميرها مع فينش، وهو بيتمشى في مكان مهجور لحد ما بيلاقي محل تجاري وبيدخله، وكان واضح إنه بيدور على أكل، وفعلاً بيلاقي علب أكل للكلاب. وفجأة وهو في المتجر بيسمع صوت حد بيتحرك، فبيخاف وبيستخبى، لكن بيتضح إنه كان بيتهيأ له وإن مفيش حد موجود. وبعدها بيخرج فينش من المتجر وبيكتب عليه إنه خلاص فحصه، وبيجي إنذار لفينش إن في إعصار قادم، فبياخد العربية وبيحاول يهرب، وفعلاً بيقدر يوصل بيته قبل ما العاصفة توصل له. وبيدخل فينش البيت، وبعد ما بيستحمى وبينظف الكلب الآلي اللي كان معاه، بيدخل المعمل بتاعه اللي بيكون فيه كلب حقيقي، فبيحط له فينش الأكل، وبعدها بيبدأ هو يكمل شغل على الإنسان الآلي اللي بيحاول يصنعه، وبياخد عين الكلب الآلي بتاعه وبيحطها في الإنسان الآلي، وبيبدأ يحمل له كل البيانات اللي هو محتاج يعرفها، وبيبدأ يشغله، وبعد أكتر من محاولة في التواصل معاه بيشتغل الإنسان الآلي وبيقدر يتكلم، وبعدها بيختبره في المعلومات اللي حملها له، وبيسأله بالتحديد عن التوجيهات بتاعته، فبيقول له إنه عنده 3 توجيهات. الأول هو إنه ممنوع يأذي إنسان، والتاني هو إنه ممنوع يشوف إنسان بيتأذي وما ينقذوش، والتالت هو إنه لازم يحمي الكلب في غياب فينش، وإن ده أهم من كل التوجيهات اللي فاتت. وبعدها بتقطع الكهرباء، فبيطلع فينش علشان يصلحها، ولكنه لما بيخرج من البيت بيبان من الجو إن في عاصفة قوية جاية، فبيدخل البيت وبيسأل الروبوت عن توقعات المناخ في الفترة اللي جاية، فبيقول له الروبوت إن تحليل المناخ بيقول إن في عاصفة قوية هتضرب المنطقة دي. فسألوا فينش عن مدة العاصفة، فجاوبوا إنها هتدوم لمدة 40 يوم تقريبا، وهنا بيقرر فينش إنهم يمشوا، وبيبدأ يشوف على الخريطة هو ممكن يروح فين، وبيحاول يبعد عن أي مكان فيه ناس عايشة، وأخيرا بيقرر إنه هيروح يعيش فوق جبل في مدينة سان فرانسيسكو، وبيبدأ يركب باقي أجزاء الروبوت عشان يقدر ياخده معاه، لكنه فجأة بينزف نقط دم، وده بيخليه يسرع شغله أكتر. وبيخلص فينش فعلا تركيب الروبوت، وبيبدأ يعلمه ازاي يتحرك، وبعد محاولات كتيرة بيقدر الروبوت يمشي. وفي الوقت ده بيكون فينش بيلم كل أغراضه الموجودة في البيت وبياخده وبيركبوا العربية، وبيبدأوا رحلتهم لمدينة سان فرانسيسكو. وفي الطريق بيقول الروبوت إن تعداد المدينة اللي هم موجودين فيها دلوقتي 600,000 نسمة، بس مفيش أي حد موجود منهم، فبيقول له فينش إن دي قصة طويلة هيبقى يحكيها له بعدين. وبيوصلوا مكان موجود فيه مسرح، وبينزلوا وبيقول فينش للروبوت يشوف هو بيعمل إيه ويعمل زيه، وبيقول له إن السماء فيها فتحات بسبب الانفجار اللي أصاب الأرض ودمر طبقة الأوزون بالكامل، وعلشان كده الأشعة فوق البنفسجية بقت مسلطة على الأرض بشكل دايم. وبيوصلوا المسرح، وهناك بيقول فينش إنهم ما ينفعش يدمروا ممتلكات حد حتى لو هو مش موجود. وبعدها بيحاول فينش يفتح المسرح لكنه ما بيقدرش، وبيطلب من الروبوت يساعده، فبيشيل الروبوت باب المسرح كله من مكانه، وبيدخله بيدور فينش على أكل وبيلاقي فعلا، وبعدها بيخرجوا، لكن بيجي الفينش إنذار بإن في عاصفة على وشك إنها تبدأ، فبيروح للعربية بسرعة وبيطلع أدوات عشان يثبت بيها العربية، وبيبدأ يثبتها في الأرض، وبيطلب من الروبوت إنه يساعده، وبيساعده فعلا، وبيدخلوا العربية وبيبدأ الإعصار، وبتحافظ العربية على ثباتها في الأرض بفضل الأدوات اللي ثبتها الروبوت. وبيخرجوا من العربية بعد ما بيكون الإعصار خلص، وبيكتشف فينش إن في واحد من إطارات العربية اتدمر، فبيدور على الرافعة علشان يغير الإطار، لكنه بيكتشف إنه نسيها في البيت، فبيروح الروبوت ناحية العربية وبيقدر إنه يرفعها عشان يغير فينش الإطار. وبعد ما بيخلصوا بيقول فينش للروبوت إنهم لازم يفكروا في اسم ليه، وبعد تفكير كتير بيختار الروبوت لنفسه اسم جيف، وبيوافق فينش عليه. وتاني يوم بيصحى فينش على صوت الكلب بتاعه، وبيلاقي جيف بيحاول يتكلم مع الكلب عشان يفهم لغته، لأنه شايف إن الكلب مش حابه، فبيقول له فينش إن الكلاب ما عندهمش لغة يتكلموا بيها، وبيقول له إنه لازم يكسب ثقته مش يتعلم لغته، لكن جيف بيقول له إنه مش فاهم يعني إيه ثقة، فقال له فينش إنه هيحكي له قصة عشان يقدر يفهم، وبدأ يحكي ويقول إنه لما كان موظف صغير في شركة تراي ألفا، لما تبلغ من المدير إنه هيبقى ضمن فريق عمل لتطوير نظام الـ RMS، لكنه ما كانش بيحب يشتغل في فريق، خصوصًا إن فريقه كان مكون من مجموعة من الأغبياء، ولإنه كمان كان بيشتغل بشكل أفضل لما يكون بيشتغل لوحده، لكنه وقتها اضطر إنه يشتغل، وكانوا بيواجهوا مشكلة في إنهم يخلوا نظام التشغيل يتواصل مع الأجهزة، وفي الوقت ده كان كل زمايله مصممين إن المشكلة في الأجهزة، لكن هو كان مقتنع إنه مش دي المشكلة، وفي الآخر قدر هو لوحده إنه يحل المشكلة. وفي اليوم ده زارهم مدير الشركة، وكان عارف فينش بالاسم، وقال له إنه عارف إنه هو اللي حل المشكلة لوحده، لكن فينش رد عليه وقال له إن لولا الفريق ما كانش قدر يحل المشكلة، لكن وقتها المدير بصله وهو عارف إنه بيكذب، وبكده المدير عرف إنه شاطر في شغله وإنه بيدعم فريق العمل بتاعه وبيسانده.
وبعدها بيوقف فينيش العربية عند مطعم مهجور، وبينزل ومعاه الكلب وجيف، وبيطلب من جيف إنه يستناهم برا ويحرس العربية، وبيدخل هو والكلب المطعم. لكن بعد وقت قصير بيلاحظ فينيش العربية بتتحرك، فبيخرج وبيلاقي جيف هو اللي بيسوقها وبيبعدها عن المطعم. لكن فينيش ما بيقدرش يروح له لأن الأشعة فوق البنفسجية بتحرق الجسم لو اتعرض لها بشكل مباشر، فبينادي على جيف وبيقول له جيب له السترة الواقية من العربية. لكن جيف بيسوق العربية مرة تانية وبيخبطها في الحيطة، فبيتعصب فينيش على جيف وبيقول له إنه صنعه علشان يحمي الكلب مش عشان أي حاجة تاني، وبيرجعوا العربية. وبيقرر فينيش إنه يعلم جيف السواقة، وبيعلمه فعلاً في وقت قصير جداً، وبيكملوا طريقهم لسان فرانسيسكو. وبالليل بيقفوا عشان يرتاحوا، وبيخرجوا من العربية وبيشوفوا الشفق القطبي، فبيقول فينيش إنهم يقدروا يشوفوا الشفق دلوقتي لأن طبقة الأوزون مش موجودة. فبيقول له جيف إن ده معناه إنهم هيفقدوا إحساس أشعة الشمس، فبيقول له إنهم فقدوا إحساس أشعة الشمس وفقدوا النبات والماء، بس برغم كل ده لسه عايشين. فبيقول له جيف طالما النهار خطر للدرجة دي ليه ما ينتقلوش بالليل؟ فبيقول له إن التنقل بالنهار بيخليك تقابل أخطار أنت عارفها ومتوقعها، لكن بالليل الأخطار مش متوقعة. فبيسألوا جيف عن نوع الأخطار دي، فبيقول له إنهم لو تنقلوا بالليل هيقابلوا بشر أشرار جعانين وما ينفعش إنهم يثقوا فيهم، لأن الثقة فيهم معناها إنهم هيموتوا. وبعدها بيحس فينيش بالبرد، فبيقرر يدخل العربية، لكن جيف بيقول له إنه هيفضل برا شوية لو ممكن، فبيوافق فينيش. وبيفضل جيف برا العربية للصبح، لكن بيسمع صوت فينيش بيكح، فبيروح له العربية علشان يشوفه ماله، وبيلاقيه مريض جدا. فبيحاول جيف إنه يعالج فينيش وبيعمل له كمادات وبيسيبه يرتاح، وبيكمل هو الطريق وبيقف عند مول تجاري عشان يدور على دواء وأكل الفينيش، وبيلاقي دواء فعلا. لكن بيصحى فينيش وبيشوف المكان اللي جيف واقف فيه، وبيحس إن ده فخ وإن في بشر موجودين في المكان، فبينزل عشان يلحق جيف. وبيدخل المول بيلاقي الكلب الآلي اتدمر، فبيدور على جيف وبيلاقيه فعلا، وبياخده وبيخرجوا وبيركبوا العربية بسرعة وبيمشوا. وفي الطريق بيقول فينيش لجيف إنه تصرفه كان غلط وكان ممكن يتسبب في موتهم، وبيكملوا في طريقهم. لكن بالليل بيلاحظ فينيش إن في عربية ماشية وراهم، فبيتوتر جدا وبيحاول يهرب بأي شكل. وفي الطريق بيقول لجيف يغير الطريق من الأسفلت للصحراء، وبيعمل جيف كده فعلا، لكنهم بيقابلوا نفق طويل أقصر من إنه يعدي عربية. لكن فينيش بيقول لجيف يعدي مهما كان، لكنهم لما بيعدوا العربية بتتحشر في النفق وما بتعديش، فبينزل جيف وبيزقها عشان تدخل، وبينجح فعلا إنه يداريها عشان الشخص اللي بيطاردهم ما يشوفهمش. لكن برغم كده بيكون فينيش شايف إن أمرهم انتهى وإنهم مش هيقدروا يصمدوا أكتر من كده، لكن جيف بيحاول يشجعه ويقوله إنهم ما ينفعش يستسلموا. لكن فينيش بيتعصب عليه وبيقوله إنه مجرد آلة ومش هيفهم الخطر اللي هم فيه دلوقتي، وبيسيبه وبيرجع العربية. وبيرجع جيف العربية وبيقول لفينيش إنه مؤمن إنه هيقدر يوصلهم لسان فرانسيسكو. فقال له فينيش إنه يحكي له قصة، وبدأ يحكي ويقول بعد الانفجار اللي حصل للأرض ابتدى البشر يقتلوا بعض عشان الأكل، وفي يوم كان هو موجود في مول وفجأة شاف بنته ومعاها مامتها وفي إيدها مسدس وبتقول لها مامتها تضرب رصاص على أي حد تشوفه. وفجأة بتيجي عربية وبينزل منها شخص ومعاه بندقية، وبتحاول الأم تحمي بنتها لكن الشخص قتل البنت ومامتها. وبيخرج فينيش بيلاقيهم ماتوا، وفجأة بيسمع صوت أنين طالع من شنطة البنت الصغيرة، ولما بيفتحها بيلاقي كلب صغير خايف، والكلب ده هو الكلب اللي عايش مع فينيش دلوقتي. وبيقول فينيش إن الانفجار خلى الناس بقوا قتلة لكن خلاه هو جبان، فازاي ممكن جيف يؤمن بيه؟ وبيكملوا طريقهم لسان فرانسيسكو وبيوصلوا فعلا، وبيتفاجئ جيف بفراشة موجودة على إزاز العربية، فبينادي على فينيش وبيقول له. ولما بينزل فينيش بيتفاجئ إن في حياة موجودة في المكان ده وإن الشمس مش بتحرق، وكمان في زهور ونباتات على جانب الطريق، فبيفرح فينيش جدا. وبيدخل العربية تاني وبيغير وبياخد شمسية وبينزل مع جيف عشان يقدروا يقعدوا بره في ضوء الشمس. وبيقول له جيف إنه شاف نفسه مع فينيش على جسر سان فرانسيسكو كأنهم لوحة ما اترسمتش لسه، فبيتفاجئ فينيش وبيقول له إن ده اسمه حلم، وبيتأسف له إنه وصفه بالآلة. وبعدها بيقول جيف لفينيش إنه شاف البطاقة التذكارية اللي قال له إنها من عمه ممضية، من باباه مش من عمه. فبيحكي له فينيش وبيقول له إن باباه كان بيشتغل مهندس معماري بيبني جسور، لكن سابهم قبل ولادة فينيش وما كلمهمش ولا مرة، وفي عيد ميلاده الـ15 وصلته البطاقة دي ومكتوب فيها أتمنى أشوفك في يوم من الأيام. لكن في الوقت ده كان فينيش لازم ينطلق ويشوف العالم علشان لما يشوف باباه يخليه فخور بيه، لكنه من بعدها ما وصلهمش أي خطابات منه تاني. فبيسأله جيف إن كان لف العالم فعلا، لكنه بيقوله إنه ما عملش كده لأنه كان مشغول دايما بحياته وبشغله، وبيقول إنه بيحتضر وبيطلب من جيف يوعده إنه ياخد باله من الكلب بعد ما يموت، وبيطلب من جيف يلعب مع الكلب شوية، وبيلعبوا فعلا بالكورة. لكن كل مرة بيرجع الكلب الكورة لفينيش فبيقوله جيف إن الكلب ما بيحبوش، لكن فينيش بيقوله إن الكلاب بتحب العادات المتكررة. وفجأة بيتعب فينيش وبينزف وبيشكر جيف على كل اللي عمله معاه.
وبيدخل العربية، وبالليل بيموت فينيش. وبعد ما بيدفنوا جيف بيقرر إنه يكمل طريقه ويروح للبوابة الذهبية زي ما فينيش كان عايز، وبدأ يهتم بالكلب عشان ينفذ آخر وصية وصها له فينيش. وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة. ما تنساش لو مش مشترك في القناة يلا اشترك دلوقتي وفعل الجرس عشان توصلك كل ملخصات HD فيلم.